اولا انا جد مسرور بوجودي في ولايه سعيده معروفه بتاريخها وماضيها وبرجالها وبنسائها. وجد مسرور كذلك ان حلينا مشكل كان عويص بالنسبه لهذه الولايه هو يعني مركز الراحه الخاص بالمجاهدين والحقوق، و يعني تقريبا انهينا المشكل نهائيا واصبح يعني المركز يلعب الدور بتاعه، ويرجع كذلك الفضل لسلطات الولايه والعاصمه المسيس الوالي الخاص بتزويد المركز بالمياه المعدنيه وحلينا المشكل. بالنسبه للمقابر الشهداء يعني عندنا 1273 مقبره شهداء كلها الان يعني في وضعيه اقول يعني البعض منها جيده البعض متوسطه، ولكن كلها تشهد الان ترميمات خاصه وخاصه نحن مقبلين على عيد الاستقلال والشباب. وكذلك يعني كاين ميزانيه على مستوى الولايه وكاين اللي قائمه بها على مستوى ميزانيه البلديه، وكذلك المساعدات التي تقدمها وزاره المجاهدين لترميم هذه المقابر اللي هي في الحقيقه يعني مسؤوليتنا الكل، يعني جزء من تاريخنا جزء من ماضينا جزء من 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 من, من الرجال اللي بفضلهم بفضل التضحيات تاعهم اللي احنا رانا الجزائر رجعت الجزائر والجزائر رجع بقيمته. فبالنسبه للشطر الثاني من 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 السؤال بالنسبه للملفات الخاصة بين الجزائر وفرنسا، في هناك 4 ملفات. الملف الخاص باسترجاع يعني جماجم شهداء المقاومة اللي هو في طريق يعني صحيح، ويعني الآن في من الجانب السياسي والاجتماعات وصلنا إلى الجانب التقني لتقنيين جزائريين وفرنسيين الآن اللي يتلاقاو نحدد الهوية نتاعهم، وحددنا هوية تقريبا الآن رانا في 31 يعني جمجمة اللي حددت الهوية نتاعها، وسنواصل العمل بالتنسيق مع الوزارات وخاصة وزارة الخارجية وعن طريق سفيرنا في 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 باريس. الملف الثاني بالنسبة للأرشيف الآن فيه مدير عام جديد بالنسبة للأرشيف الفرنسي، وراح يلتقي كذلك مع المسؤولين الأرشيف الجزائري، لأن القرار اتخذ هو أولا نبدأ بالمرحلة تعجل بالنسخ ثم المرحلة الثانية للنسخ الأصلية، فسيلتقوا يعني لتقل كيفية العمل يبدو فيه جلب الأرشيف الجزائري، أولا عن طريق النسخ ثم كذلك عن طريق يعني النسخ الأصلية. وأقول في هذا الجانب أن العملية ماهوش سهلة قال بسيطة، لا، كل الملفات الأربع ملفات بالعلاقات الجزائرية كلها معقدة وحساسة جدا للغاية، سواء بالنسبة للجزائر أو بالنسبة للفرنسا حتى. ولكن الجانب الإيجابي في هذا كل أن الآن توصلنا إلى قرار لا رجعة فيه، توصلنا إلى اتفاق لا رجعة فيه. الآن السلطات الفرنسية عن طريق يعني رئيس الجمهورية الفرنسي يحكي على يعني على هذه الملفات، لما جاء واستقبله كذلك فخامة رئيس سيد عبد العزيز بوتفليقة كذلك يعني تم الاتفاق على دراسة هذه الملفات إيجاد الحلول تاعها. تكلم وزير الفرنسي كذلك مؤخرا في ندوة صحفية عن الملفات، سنبدأ بالملفات باسترجاع الجماجم وبدء في استرجاع الارشيف الوطني، في ملفات اخرى كذلك معقده وحساسه جدا تتطلب يعني مطابره وصبر وعمل دقيق جدا، وبالاحصاء اللي نحن نقوم به على مستوى وزاره المجاهدين ونحصينا 2200 بالنسبه للمفقودين، ولازلت العمليه مستمره بمشاركه الهيئات الاخرى في الجزائر، حصينا 2200 والان هما كذلك طلبنا منهم اذا كان عندهم قوائم يسلموا لنا ويعطونا بعض المعلومات، ما قدموش، احنا قدمنا بالعكس، قدمنا الفات اللي الان موجوده عندنا وزاره المجاهدين وبما فيهم مور الشهداء بما فيهم الشهيد العربي التبسي الشهيد الجلالي بن عامه سي محمد بوكرا الى غير ذلك، فيه الشهداء. هذه المواقف ما فيهاش تراجع، يعني ما فيهاش يعني نحشم منك تحشم منه، لا، الان وضعناها فوق الطاوله، وضعنا رجال مشتركه ان نعمل نتقدم ببطء، ولكن ثابتين في المواقف تاعنا وثابتين في الطلبات تاعنا، وسنسعى الى ان شاء الله حل هذه المشكله اللي تربط العلاقات الجزائريه في عمقها. كذلك هناك بالنسبه للملف الرابع خاص بتعويضات ضحايا التفجيرات النوويه في الجنوب، ومقترحوا على الجانب الجزائري تطبيق ما يسمى قانون موران، لا لوا موران، ولكن لما درسنا على مستوى وزارة المجاهدين وصلنا إلى نتيجة بأن لن نستطيع حل المشكل بالنسبة للتعويضات مع هذا القانون، فأعطينا اقتراحات أخرى اللي دارتها بعض الدول يعني اللي كانت في نزاعات وأجدت الحل تاعها، أعطينا الطرف الفرنسي هذه الاقتراحات، الآن هم يدرسوا على مستواهم، ولكن أستطيع أن أقول بأن كل هذه الملفات يعني بدأ العمل فيها وتمشي ان شاء الله، وسنسعى ان شاء الله
الى حل هذه المشاكل ونعلم بها الجزائريين والجزائريين اللي من حقهم. اقول كذلك بالنسبه للجزائريين والجزائريات المجاهدين بهذه المناسبه ذكرى 5 جويليه، اقول كل الملفات اللي كانت مجمده، وهذا اعلان رسمي اللي كانت مجمده بالنسبه للاعتراف نتاعها، من يسالونها ويبحثون عن طريق الصحافه وعن طريق الفيسبوك والى غير ذلك، كل الملفات اللي كانت مجمده لاكثر من 10 سنوات و15 سنه لدى وزاره المجاهدين، عملنا بالتنسيق مع المنظمه الوطنيه للمجاهدين وعاودنا التحقيقات وصفينا العمليه. اخر ملف سيصفى ان شاء الله في 4 جويليه من هذه السنه، وكذلك بدينا في يعني في دفع كل المنح اللي كانت هذه الاصحاب نتاعها اللي كانوا عن حق ولا باطل كانت مجمده الاعتراف نتاعها. اذا اهنئ هذا المجاهدات والمجاهدين اللي كانت الصفه نتاعهم او الاعتراف نتاعهم كان مجمد، كانت مجمده لهم كذلك المنح نتاعهم، فكل الملفات الصفات باقي الشيء القليل سيصفى ليله 5 جويليه، ننتهي ان شاء الله من هذه العمليه نهائيا.